بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. هذه آيات عظيمة جاءت بعد قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فمن سعته سبحانه وتعالى وحكمته أنه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، فالسماوات والأرض ملكه، وما فيهما من المخلوقات ملكه، فهذا من سعته سبحانه وتعالى. فإذا كان له ملك السماوات، كان له ما في السماوات وما في الأرض، فليس لأحد شيء، فالملك كله لله سبحانه وتعالى. وملوك الدنيا وملوك الأموال الذين يملكون الأموال ملكهم مستعار، هو من الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، والوصية هي التوجيه، الوصية هي التوجيه والأمر. فمعنى وصينا أي أمرنا ووجهنا الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبلنا. فلذلك يسمون أهل الكتاب، لأن اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، وهما منزلان من عند الله عز وجل، كتابان عظيمان. والقرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة أمة موسى هي الأمة الإسرائيلية، بنو إسرائيل، وكذلك أمة عيسى عليه السلام عليهما السلام هم بنو إسرائيل، فهما رسولان إلى بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع أهل الأرض، إلى سائر الأمم الموجودة من بعثته إلى أن تقوم الساعة، فهو رسولها عليه الصلاة والسلام، رسولها محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: من قبلكم،
هم اليهود والنصارى، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم، أي أوصيناكم كما أوصينا من قبلكم. فهذه الوصية للأولين والآخرين. ما هي؟ أن يتقوا الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى معناها أن تجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، تقيكم من غضبه وعذابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضبه، وهي كما في هذه الآية وصية الله للأولين والآخرين. أوصى الله بها المؤمنين والكفار واليهود والنصارى والمسلمين، بل أوصى الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. فتقوى الله مأمور بها جميع الخلق لعظمها، لأنها كلمة جامعة لكل خصال الخير بأجمعها، أن اتقوا الله. ثم قال تعالى: وإن تكفروا، يعني فإن لم تتقوا الله وفعلتم ما نهاكم عنه، تركتم ما أمركم به، ولم تتخذوا وقاية من عذابه وغضبه، فإن هذا لا يضر الله شيئا، وإنما هذا يضركم أنتم. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهنا يقول: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى أن ملكه تام، لا ينقصه كفركم، وإنما كفركم يرجع ضرره عليكم أنتم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، غنيا عنكم وعن عبادتكم، لا تضرونه شيئا بمعصيتكم ولا تنفعونه شيئا بطاعتكم، لأنه جل وعلا يملك السماوات والأرض ومن فيهن، فملكه تام بدونكم، ولكنه وصاكم وأمركم لحاجتكم إلى ذلك ومصلحتكم في ذلك. وغناه سبحانه وتعالى ليس له حد، ومع غناه فهو حميد سبحانه وتعالى، حميد يعني محمود على كل أفعاله جل وعلا، محمود لذاته، ومحمود لأسمائه وصفاته، ومحمود لأفعاله جل وعلا، فهو محمود على كل حال، لأن ما يصدر منه إنما يصدر عن حكمة وعن علم وعن عدل منه سبحانه وتعالى، إما عن عدل وإما عن فضل، فهو المحمود على كل حال. فحميد بمعنى محمود، صيغة مبالغة، له الحمد كله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.